وليد بركات ممثل تلفزيوني وإذاعي أردني، رحل في التسعينيات من القرن الماضي. كانت معظم أدواره ملائمة لشخصيته الطيبة الهادئة. ومن الأعمال الإذاعية التي اشترك بالتمثيل فيها مسلسل الأبواب المغلقة، إذ قام فيها بدور دسوقي مع الفنان الراحل أسامة المشيني والفنانة قمر الصفدي، وهي مأخوذة عن قصة بهذا الاسم للقصاص المصري الراحل أمين يوسف غراب. ومن المسلسلات التلفزيونية التي عمل فيها وليد مسلسل حارة أبو عواد مع نبيل المشيني الذي حل ضيفا في إحدى حلقات المسلسل، كما شارك في معظم المسلسلات البدوية الأردنية مثل نمر العدوان في السبعينيات، وعمل مع مخرجين مثل صلاح أبو هنود. توفي في 26 من يناير من عام 1994. من أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل رجم الغريب، مسلسل العلم نور عام 1984 بدور أبو علي، مسلسل قمر البر والبحر عام 1982 بدور ملك البر، مسلسل الغريبة عام 1981، مسلسل نمر العدوان عام 1977، مسلسل راس غليص عام 1976 بدور عطوان، مسلسل ميراث السنين، مسلسل عيون على الطريق، السهرة التلفزيونية شروق، مسلسل رجل في الظلام، مسلسل دمعة فرح ضيف شرف، السهرة التلفزيونية خيال العوجة، مسلسل جسر من حنان، مسلسل بريق السنين في دور أبو سعيد، السهرة التلفزيونية المنفى، مسلسل الفرمان، السهرة التلفزيونية العودة، السهرة التلفزيونية الدخيل، تمثيلية الجار، مسلسل البريء، مسلسل الفخ عام 1970، مسلسل الأخرس والقلادة الخشبية عام 1972، مسلسل وضحى وابن عجلان عام 1975 بدور أبو زاهد، مسلسل نمر العدوان عام 1975، مسلسل رجم الغريب عام 1976، مسلسل راس غليص عام 1976 بدور عطوان، مسلسل دمعة على الرمال عام 1977 بدور زيدان، مسلسل قمر البر والبحر عام 1978 بدور ملك البر، مسلسل عروة بن الورد عام 1978 بدور أبو عروة، مسلسل شجرة الدر عام 1979 بدور الطواشي جمال الدين، مسلسل أبي فراس الحمداني عام 1979، مسلسل طرفة بن العبد عام 1980 بدور حنظلة، مسلسل المشوار الطويل عام 1980 بدور أبو صالح، مسلسل الكواكبي عام 1980 بدور الطوبال عثمان باشا، مسلسل وراء الجدران عام 1981، مسلسل شمس الأغوار عام 1981 بدور عوض، مسلسل سيف الله المسلول خالد بن الوليد عام 1981، مسلسل الغريبة عام 1981 بدور الشيخ طايل، مسلسل طرفة بن العبد عام 1982 بدور عمرو بن مرثد، مسلسل شعراء المعلقات عام 1982، مسلسل سيف دحيلان عام 1982 بدور صايل، مسلسل المعتمد بن عباد عام 1982 بدور أبو الحزم، مسلسل مأساة ريم عام 1983 بدور أبو منصور، مسلسل جلوة راكان عام 1983، مسلسل العلم نور عام 1984 بدور أبو علي، مسلسل الطواحين عام 1984، مسلسل الزيارة عام 1984، مسلسل عذاب عام 1985، مسلسل رمال لا تموت عام 1985 بدور شيخ نوفل، مسلسل التجربة عام 1985 بدور أبو سعيد، مسلسل الديرة عام 1986، مسلسل البيادر عام 1986، مسلسل عرار وعمير عام 1987 بدور مرشود أبو دغيم،
مسلسل الفكاهة في التراث العربي عام 1987، مسلسل السراب عام 1987 بدور الصائغ ضيف شرف، مسلسل قلوب حزينة عام 1988، مسلسل الرصيف البارد عام 1988 ضيف شرف، مسلسل أحلام ملونة عام 1988، مسلسل السيف والصحراء عام 1989، مسلسل آن الأوان عام 1990، مسلسل الرحيل عام 1990 ضيف شرف، السهرة التلفزيونية مثايل عام 1992، مسلسل الوعد عام 1982 بدور أبو شامان، مسلسل تعاليل عام 1993، مسلسل رمال وآمال عام 1994 ضيف شرف. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.